دابا المهم في الكات الثانية غنعطيو الديود الاولاني غنعطيوها اوف والديود الثانية غنعطيوها اون. الى عطينا لهاد الديود الاولاني اوف، هذا اوف يعني غيولي بحال غنحيدوه من بلاصتو، غيولي بحال سلك مقطعة يعني ما تيدوش، يعني ما تيدوش الكورون. الى ما كيدوش الكورون يعني راه بحال عندك سلك مقطع. الديود الثانية غنعطيوها اون، اون يعني بحال واحد يعني هاد الشكل هذا، غير هاد الديود ايديال تيولي بحال واحد. ها هي الديود اي ان و دو ديود ايديال، يعني فاش يكون هادو ايديال يعني بحال السلك، يعني بحال السلك، ولكن بشرط ان داك الكورون اللي تيسيركيلي فيه تيكون اكبر من الزيرو. هنا علاش خديناها طالعه؟ لان هنا عندنا الكاثود، هاد البلاصه هادي هي الكاثود. الكاثود هو البلوس، البلوس ديما نعقلوا على البلوس هو اللي تيعطي الكورون المعروفه هادي، اصلا البلوس هو اللي تيعطي الكورون. يعني ما تشوفش هنا عندك الموا وهنا اتجاه، ما تسوقش لهاد الشيء هذا، ديما انت تسوق القاعده شنو كتقول. الكاثود ديما كيعطي الكورو، كيعطي الكورو صافي. المهم عندك هاد الشكل هذا، دابا حنا وصلنا لهاد الشكل. شنو كنلاحظوا؟ ان الفي زيرو، الفي زيرو هنايا الطونسيون سورتي شنو كيساوي لنا؟ هو الطونسيون هذا، يعني هاد الطونسيون هذا كيساوي لنا، وهاد الطونسيون هذا زائد هاد الطونسيون اللي ناقص، كتكون واحد الناقص هنا حيتاش مقلوبين هادو، عاطين السهم هابط لتحت وهذا طالع الفوق، يعني تكون واحد الناقص. وعاد هذا زائد هذا الفي غاما زائد الفي الاو بي دو، يعني احنا لقينا هذه. يعني فاش كنعطيو الديود الاول اوف والثاني اون كنلقاو هاد الفي زيرو هاد على هاد الشكل. ومن هاد المايل ام ا شنو غنخرجو؟ من هاد المايل ام ا غنخرجو بعدا نشوفو كيفاش نحطوه. الفي موان الفي اي، الفي اي متعاكسه مع هاد الاتجاه اللي خدينا، يعني هاي فيها الموا. عاود هنا هادو وهادو متعاكسين تاهما، هذا بلس هذا، هادو هابطين والاتجاه ديال الماي اللي خدينا طالع، يعني كنديرو واحد الموا هنا. عاود هنا بلس هاد الاغ الاتجاه ديال انا ماشي بلس، هنا واحد الغلط، هنا موا، هنا كاين الموا، لان هنا الاي جايه هكا، يعني هذا خص يكون غادي في هذا الاتجاه، يعني خصها تكون هنا واحد المو. المهم انا غلطي في الكتابه، هادشي راه صحيح. دابا الى جينا هاد الشيء هذا عملنا بالمو، عملنا بالمو تولي لنا هادي زائد هادي، هي هادي تولي على هاد الشكل. الى ديناها للجهه اللي ملي غتولي فيها المو، غتولي فيها البلوس، غتولي فيها البلوس. ولا ضربنا كلشي في الموان باش يتحيد لينا هاد الموان ديال هاد الاغ اي دو، غيبقى لينا الموان في الجهه اللي ملي هو هذا، وغنقسمو كلشي على اغ دو على الاغ، يعني غتبقى لينا في هاد الجهه غير الاي دو. باش كتبقى لينا الاي دو، حنا عارفين ان هاد الشرط هذا ديال الاي دو اكبر من الصفر، يعني ان هادي اكبر من الصفر. ويلا كانت هاد الشيء باش يكون هاد الشيء اكبر من الصفر، هنا عندنا واحد الموان، يعني هاد الشيء هذا خاص يكون اصغر من الصفر، حيتاش الموان في الموان كتعطيك بلوس، يعني هاد باش يكون هادشي اكبر من الصفر، يعني هادشي خصو يكون اصغر من الصفر. وباش يكون هادشي اصغر من الصفر يعني خصك تحط، يعني ان الفي اي زائد هاد الاو بي دو زائد الفي غاما اصغر من الصفر. هادي غنديوها للجهة اللي ملي، ها هي الفي اي اصغر من ناقص الاو بي، الاو بي دو زائد الفي غاما، وهذه راه هي هذه اللي لقينا هنا. فوالا، وهنا هاد الفي ا كا ا شنو كنجيو نخرجوها؟ ها هي الفي ا ا موان الفي كا كا ا، هاد الفي ا ا هادي هاد الطونسيون هذا شنو كيساوي لك؟ يعني هو هاد الطونسيون هو موان هاد هو هاد الطونسيون، يعني بحال كتقول هو الفي زيرو، وهو الفي زيرو ها هو كنا لقيناه على هاد الشكل، يعني هو هذا الحمد لله. والفي كا والفي كا دو والفي كا ان، يعني بحال هو هاد الطونسيون هذا، وهاد الطونسيون هذا هو الاو بي ان، وكديرو اصغر من الصفر اصغر من الفي غاما. ومن هاد الشيء هذا كنستنتجو، دابا كنكتبو هاد الشيء اللي وصلنا ليه، يعني كنكتبو هادي، كنستنتجو هادي، كندير واحد الكونكليزيون، يعني كنقولو لهم الا كان عندنا هاد الشرط هذا محقق، يعني ان راه دي ان اوف و دي دو اون و الفي زيرو ها شنو كتساوي لينا؟
نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشرط هذا هذه الكا هذه هذه الكا هذه. دابا غندوزو لهاد الكا هذه. تنقولوا ليهم دابا سي دي ان و دي دو بجوجهم اوف. الا كانوا بجوجهم اوف شنو غادي نلقاو؟ الا كانوا الديودات بجوجهم اوف يعني ما كي سيركيليش فيهم الكورون، يعني راه بحال طافيين يعني ما كي سيركيليش فيهم الكورون، شنو غنستنتجو؟ غنجيو نخرجو يعني ان الفي اكا ديالهم يعني الطونسيون ما بين المربطه ديال داك لي ديود راه اصغر من الفي من الطونسيون سو، يعني ما وصلش للطونسيون سو باش يبدا يدوز، يعني مازال اصغر. وكذلك الفي اكا 1 والفي اكا 2 اصغر من الفي غاما. فوالا هذه باينه. الحاجه الثانيه هو ان هذا الاي اللي تيسيركيلو هنا تيساوي زيرو. علاش؟ لانه ما عندوش بحال مثلا هذا الفي اي تيطلق واحد الكورون اي هنا ما عندوش منين يخرج، هنا ما عندوش منين يخرج، هنا ما عندوش منين يخرج، يعني ماشي سيركيليش الكورون، يعني اي 2 كتساوي لينا زيرو. انت الحاجه الثانيه غنجيو نخرجوا هذه وهذه. هنا الفي ا ك 1 هي الفي ا 1 موان الفي ك 1. هاد الفي ا 1 شنو كتساوي لينا؟ هاد الفي ا 1 هنا الطونسيون فهاد البوان، هادي الطونسيون فهاد البوان، يعني ناخذو من هنا لهنا، ناخذو من هنا لهنا الطونسيون من هنا لهنا غيساوي لينا يعني الفي اي الفي اي بلس. انا غادي ناخذو ليها هاد السونس هذا، يعني في اي بلس الار فوا الايدو. بما ان الايدو كتساوي زيرو يعني ان يعني ان الطونسيون في هذا البوان الطونسيون في الار الفي ا راه كيساوي لينا الفي اي، لان هذا الايدو كتساوي زيرو، يعني بحال ريزيستونس ما كيسيركيليش فيها الكورون. وهنا في الطونسيون الفي كا 1 الفي كا 1 هو هذا طالع، وحنا بغينا الطونسيون هنا يعني غادي مع في نفس لو سونس، يعني موا الاو هذا سميتو الاو بي الاو بي 1 هاي ال بي 1. وحنا عارفين ان الفي اكا 1 اصغر من طونسيون ايرلي. هذا طونسيون ايرلي هو داك العتبه ديال الاخر، يعني كنلقاو هذا الشرط هذا. هذه غنديوها للجهه اللي ملي غنخليو الفي اي، يعني سوا كنلقاو سون كنلقاو هذا الشيء هذا، كنلقاو ان الفي اي اصغر من هذا الفالور هذا القيمه، يعني فاش كيكون الديود 1 و 2 اوف بجوجهم طافيين. عاود هنايا يعني ما كيدوزوش. عاود بالنسبه لهاد الثاني هذا، يعني هاد الطونسيون يعني كدير هكا، يعني دائما هاد الراس هذا كيجي مع البلس اللي قلتها لكم في داك الفيديو الاولين، يعني الفي ا 2 موان الفي كا 2. الفي ا 2 شنو كتساوي الطونسيون فهاد البوان هادي الطونسيون فهاد البوان، يعني الطونسيون فهاد الفي ا 2 شنو كيساوي لينا؟ هادي هي الاو بي 2 ياك، ولين السونس ديالها غادي لتحت هنا البلس وهنا الموا، يعني موا يعني الفي ا 2 كتساوي لينا موا او بي 2. هاي درنا هاي موا او بي 2. وهاد الطونسيون فهاد البوان هادي كذلك راه هو بحال الطونسيون فهاد البوان هادي، يعني هو الطونسيون في اي، لان الايدو كتساوي لينا زيرو، يعني هاي موا الفي اي. عاوتاني هنا هاد الفي اي غنخليوه وغنديو كلشي للجهه اللي ملي ونضربو في الموا غتعطينا هذا الشيء هذا، يعني ها هي الكونكليزيون ديالنا. دابا من هاد لي كالي درنا لقينا الكونكليزيون، هاد الكونكليزيون هادي وهاد الكونكليزيون وهاد الكونكليزيون، ثلاثه ديال لي كونكليزيون. هاد ثلاثه ديال لي كونكليزيون غنجمعوهم باش نرسمو الكاركتيريستيك ديالو، يعني هما اللي كيكونوا لينا الكاركتيريستيك ديال هاد الديود. نبداو من الاول، صافي دابا كنبداو بهذا الاخر الاولانيه. شنو كنجيو كنحطو في الاول؟ كتحط غير هذا اللي بالكحل راسم. شنو كتجي تشوف هنا؟ كتحط الاو بي 1 بلس الفي غاما، الاو بي 1 بلس الفي غاما، او بي 1 او بي 2 بلس الفي. هادو كتبقى ترسمهم اصلا في التمرين، يقدروا يعطوك دي فالور، يقدر يعطيك ارقام، يعني غتبقى تحط داكشي. يعني ملي كتكون قال لك الفي اي اكبر من هاد الاو بي 1 بلس الفي غاما، هذه تقدر تكون فالور، يعني كتجي كتحطها هنايا، يعني ملي تكون اكبر الفي اي اكبر من هاد القيمه، الفي اي اكبر من هاد القيمه هادي كبر، يعني من هنا وانت غادي لهنايا. قال لك الفي زيرو كيكون كيساوي لينا الفي زيرو كيكون فيكس في هاد القيمه هادي، يعني الفي زيرو تيكون من هنا
فيكس هاي الفي زيرو دابا من ملي تيكون في اي فاري اكبر من هذه القيمه هذه الفي زيرو قالت تيكون فيكس يعني ترسمها بحال هكا تنظر واضحه. عاود هنا دابا هذه الكا الاولى، الكا الاولى رسمت لينا غير هذا الجزء هذا، هذه الكا الثانيه قال لك عاود هنا ملي تيكون هنا الفي اصغر من هذا الناقص البي الاو بي 2 بلس الفي غاما. ها هي جينا حطينا هنايا ناقص الاو بي 2 بلس الفي غاما، يعني ملي تيكون الفي الفي اصغر اصغر من هذه القيمه هذه شنو كتيكون؟ قال لك تيكون الفي زيرو يعني هذا الفي زيرو تيكون تيساوي لينا هذا الشيء هذا تيكون فيكس في هذا الفالور هذا فيكس يعني فيكس هنا يعني من هنا وانت غادي لهنايا فيكس دائما غتلقاه فيكس من هنا ولما تجيبوش حتى لهنا هنا ما ديرش الشرطه غاده من هنا لهنا لا لان قال لك هنا الفي اي اصغر من هذه القيمه يعني في الدومين هذا في الدومين من في اي اصغر من هذه القيمه كيكون غادي في هذا الوسط كيكون غادي في هذا الاتجاه يعني هذا الكات الثاني رسمت لينا هذه القطعه هذه عاوتاني. دابا غنمشيو للكات الثالثه، الكات الثالثه خرجنا هذه وهذه يعني ان الفي اي يعني ان الفي اي محصوره ها هي محصوره ما بين هذه القيمه وهذه القيمه يعني محصوره ما بين هذه القيمه وهذه القيمه هذه يعني فاش كتقولي سي فاش كتكون في اي محصوره ما بين هذه القيمه وهذه القيمه راه كيكون الديود الاول والثاني اوف وكيكون الفي زيرو كيساوي لنا الفي اي يعني كتجي كتحطها بحال هكا. علاش الفي زيرو كيساوي لنا الفي اي؟ لان هذا هو الطونسيون في زيرو ياك وهذا هو الطونسيون في اي هاد الطونسيون هو هاد الطونسيون وهاد الايدو كيساوي لنا الزيرو يعني ان الفي زيرو كيساوي لنا الفي اي يعني كتجي كتلاقي من هنا لهنا هذه هي الداله ديال الفي زيرو كتساوي لنا الفي اي نقطه خديتيها هنا غتلقى فيها الفي زيرو درتي الاسقاط غتلقى الفي زيرو القيمه اللي كاينه في الفي زيرو هي اللي عندك نيت هنا في الفي اي وبالتالي غتكون رسمتي هاد الطرف هذا اللي هنا رسمه بالموف. غادي يبقى لك دابا كيفاش ترسم هذاك ليفوليسيون ديالو ليفوليسيون ديالو. هنا الفي اي عارفينو ان لومبليتيود ديالو هو او يعني هذه هي او هذا هو او هنا ناقص ناقص او ناقص او هو هذا شنو كنجيو كنديرو هذا هو الطونسيون دابا لونطري كيدخل عندنا بحال تيدخل سينيسويدال يعني كيفاش كيخرج كيخرج عندنا على هذا الشكل هذا تيخرج عندنا متقطع يعني علاش لحقاش قلنا ان فاش يكون الفي زيرو اكبر من هذا يعني ان الفي فاش كتكون كبر من هذه القيمه هذه كبر من هذه القيمه هذه الفي زيرو تيفيكسيها لك هو هنا في هذه القيمه تيفيكسيها ما تيخليهاش تطلع ها هو قال لك انا فاش كتكون الفي اي اكبر من هذه القيمه هذه الفي زيرو تيكون فيكس تيكون فيكس في هذه القيمه تيكون هو فيكس فيها ها هي فيكس. عاوتاني كذلك في الجهه التحتيه تيقول لك ان الفي زيرو تيقول لك ان الفي اي ملي تتكون صغر من هذه القيمه هذه صغر بزاف من هذه القيمه ها هي اللي هي صغر